ريبيري ريبيري يعدي الألبا ألبا يراوغ ريبيري التصويب وكرة لامان واو شرارة الألمان شرارة من الألمان كاد أن يكتوي الإسبان البرتغالي الهولندي المتعدي يوزع بالراس وليفاندوفسكي في المتابعة أمامه ناتشو يرجع كاسيميرو فيدال فيدال رونالدو مع ريال كرة رائعة لداني كارباخال كارباخال واو هذا ما معناه مانويل نوير كرة مدريدية كارباخال كارباخال كرة جول كرة جول رائع دافيد ألابا دافيد ألابا أو جيروم بواتانغ داني كارباخال كارباخال أي 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 وبنزيما ويعدي التسويق غريبة وعجيبة غريبة وعجيبة لا لا يا توني كروس النجم السابق لسبورتس توتنهام يعطي كرة رونالدو كريم وحده يا رونالدو كريم كريم يا رونالدو التسويق يا رب نهار مارشيلو كريم لليمين رونالدو اليسار شوف الكرة شوف شوف الكرة شوف شوف الكرة شوف رونالدو التسويق أكبر هداف في تاريخ المدافعين في العالم توني كروس اللي يوسع والتصويب من إيسكو ولا لا يصدد غدار غدار إيسكو كاد أن يأتي بالانفجار ريبيري ويعطي كرة يا سلام يوزع روبان غريبة جول ماذا يقول كاساي ماذا يقول كاساي هاتوا لي عيون الصقر هاتوا الفيديو أريان روبان يعدي ليفاندوفسكي لأريان روبان يعدي والحكم يعطي ضربة جزاء ضربة جزاء لباير ميونخ ولعت نار هنالك إعاقة أم لا روبير 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 سيتقدم روبير روبير ليفاندوفسكي جول ألم أقل من زمان أن المستحيل ليس من الألمان والآن بايرن ميونخ متقدم بهدف ضربة جزاء لليفاندوفسكي روبن يعدي روبن يراوغ روبن يعطي كرة جول غريبة شنو هذا؟ واو التسونامي بافاري التسونامي بافاري وهذا كاسيميرو كاسيميرو جول رونالدو جول جول المدمر رونالدو المدمر رونالدو هذا الريال عنده برشا فنون وهذه كرة ليفاندوفسكي جول جول أوه. جنون 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 فنون فنون البايرن يعود يعود البافاري في ليلة تاريخية فيدال يروح فيدال يروح بالورقة الحمراء فيدال بالإنذار الثاني أرتورو فيدال يغادر راموس راموس رونالدو رونالدو جول رونالدو في موقف متسلل رونالدو في موقف متسلل لكن الحكم يقر شرعية الهدف الريال يريد الضربة القاضية مارشيلو يعدي جول 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 ريال رويال وهذا أسنسيو والريال سيعاقب البايرن أسنسيو يراوغ أسنسيو يعدي أسنسيو صادق جول جول جول
ريال مدريد. الحكم فيكتور كاساي يؤشر رسميا على التأهل السابع على التوالي لريال مدريد الى الدور نصف النهائي، رقم قياسي اوروبي بعد انتصار الليله على بايرن ميونخ بـ4 أهداف لهدف.